شكرا على الاستضافه وعلى هذه الفرصه الطيبه باش نتقاسم مجموعه من المعطيات حول مديريه برشيد مديريه برشيد اه يعني هي مديريه على ما على يعني بحوالي 22 جماعه 16 جماعه قرويه و6 ديال ديال البلديات يعني مجموعه من المؤسسات معطيات حول البنيه التربويه عندنا حوالي 82 مؤسسة ابتدائية حوالي 18 مؤسسة ديال الثانوي التأهيلي و24 21 ديال الثانوي الإعدادي دي حوالي 155 155 155 فرعية يعني في العالم القاروي هذه كتبين يعني الامتداد الجغرافي ديال 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 المديريه اللي هي مديريه ذات طابع هذا قروي حوالي 3400 مدرس ومدرسه بالنسبه لامتحانات البكالوريا نمشيو لامتحانات البكالوريا فنظرا للمعطيات والتدابير الوقائيه اللي اللي سلكناها فكان لابد ان العدد ديال المراكز الامتحان يرتفع فكاين مجموعه ديال ديال المقومات اللي اللي طبعات الامتحانات البكالوريا هذه السنه واللي خلات انها امتحانات بطعم الاستثناء عشرة ديال المترشحين في في القاعه تقريب المراكز من المترشحين تقريب المراكز من المصححين من المصححين تقريب المراكز من المراقبين هذه كلها معطيات تزامن تصحيح مع مع الاجراء هذه كلها معطيات اللي خلات انه امتحان البكالوريا هذه السنه تكون يعني بواحد ال... بواحد المقومات خاصه وواحد المميزات خاصه واللي عطاتنا على غير العاده عدد كبير من المراكز 36 مركز للاجراء موزعه على حوالي 10 ديال الجماعات منها اربعه ديال الجماعات قرويه اللي هي الغنيميين ولا تزيان ولا تزيدان وجماعه الساحل بلاد حريز وسته ديال البلديات اللي هي معروفه سته البلديات ديال 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 برشيد حوالي 7300 ما يفوق 7300 مترشح 21 مركز للاحرار فقط وهذا يعني رقم كبير لانه يعني 21 مركز ديال الاحرار كنا كنضبروا امتحانات البكالوريا في السابق ب 18 مركز على المستوى الاقليمي يعني حاليا فعندنا 21 مركز فقط للاحرار 3904 مترشح حر كنا السنه الماضيه في 1652 وهذه السنه رحنا في 3000 و 2904 خمسه ديال المراكز ديال التصحيح هذه حتى هي من من المعطيات الجديده على اساس انه تقريب مراكز التصحيح من المصححين وبالتالي انه خلص انه نديروا مركز ديال التصحيح في برشيد، مركز في الدروه، مركز في ولاد عبو، مركز في الكاره، ومركز في السوان، هذه دي خمسه ديال ديال المراكز ديال 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 التصحيح. أه حوالي امتحانات البكر وايضا برشيد طلبت منا أه تجنيد حوالي 2700 مراقب. ما يفوق 710 قاعة ديال ديال ديال, ديال الإجراء. هذه كلها متطلبات تربويه اللي تحكمت فيها بطبيعه الحال التدابير الوقائيه والاحترازيه اللي خديناها من اجل سلامه كل المتدخلين في هذا الاستحقاق الوطني التقويمي على اساس ضمان سلامه سلامه الجميع واحترام كل القواعد وبشكل صارم ربما وقفتوا عليها في, في, في المعاينه ديالكم سواء على المستوى الاقليمي او على المستوى المحلي داخل المراكز آه مراكز الاجراء آه على اي هو هذه السنه آه اكيد انه كتكون عندنا حمله يعني سنويه ديال محاربه الغيش وكيكون عندنا يعني حمله تحسيسيه ايضا هذه السنه كتعرفوا انه توقفات الدراسه حضوريا كانت تامين الاستمراريه البيداغوجيه آه عن بعد عبر تيمز عبر مجموعه من المنصات آه وحاولنا انه درنا هذه الحمله ايضا عن بعد يعني بما كنا كنستثمروا كنس التواجد ديال الوليدات داخل الاقسام الافتراضيه خاصه عبر تيمز ودرنا حملات حول يعني محاربه الغش الاجراءات ايضا اللي اتخذت على مستوى المؤسسات واللي خلات ان حاله الغش هذه السنه بالمقارنه مع السنه الماضيه الى 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 الان هي اقل بكثير يعني اقل بكثير تقريبا راه كاين واحد التحسن يعني تراجع في عدد الحالات بنسبه تقريبا ديال كذا و30% حوالي 31% تقريبا خاصه كنعرفوا انه في بالنسبة للمترشحين الأحرار اللي كتكون النسبة مرتفعة جدا فهاد السنة الحمد لله أنه بفضل أنه حتى ملي كيدار الإجراءات الوقائية خارج المؤسسة فيتم في أيضا التأكد من وسائل الغش سواء البورتابل سواء يعني بعض الوسائل الأخرى اللي ممكن أنها تستعمل في هذه الغاية كانت أيضا لابد من الإشارة إلى أمر مهم جدا وهو تدخل المجتمع المدني مساهمة المجتمع المدني أيضا كانت مساهمة يعني جد فعالة جدا على مستوى التنسيق على مستوى التحسيس على مستوى التعبئة على مستوى التمويل أيضا بعض الجماعات أو بعض الجمعيات مشكورة دون أن أنسى أنه في برشيد كان ميزة ديال المقاربة التشاركية حقيقيه وكاين تعبئه كبيره حول المدرسه برشيد ومن هذا المنبر كنبغي نستثمر نستغل هذه الفرصه هذه باش نقدم الشكر الجزيل للسيد عامل الاقليم لانه في الحقيقه كلقوا فيه دائما السند ودائما الدعم ماشي غير في هذه المرحله ولكن هذه واحد سنه تقريبا وانا موجود برشيد فالسيد عامل حاضر معنا في جميع المناسبات تحيه للجماعات الترابيه ايضا رؤساء الجماعات السلطات المحليه على أي ف جميل جدا انه لقاو واحد التعبئه يعني انا ما ربما ما شفتهاش في اخرين حول المدرسه في برشيد ولكن الحمد لله كانت التعبئه ديال السيدات والساده المفتشات والمفتشين المستشارون ايضا على اساس انه يعني انطلقت عمليه تصحيح في المراكز الخمسه وكانت لي زيارات مختلفه في المراكز وكانت لجان اقليميه اللي كتوقف على هذه العمليه هذه وعلى انه احترام كل المبادئ ديال دفتر المساطير فيما يخص فيما يخص التصحيح يعني انه التصحيح التجريبي توحيد المعايير توحيد ردود الافعال التربويه ازاء مختلف الوضعيات ديال 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 الانجاز ديال ديال الوليدات على اساس انه كل يعني المقومات هي موجوده باش انه يكون عندنا يعني تصحيح كي ياخذ بعين الاعتبار الانصاف واحترام يعني التفكير يعني جليا في الانجاز ديال التفكير كنقول التفكير التقويمي يعني مفهوم التفكير التقويمي حول توجه الانجاز ديال المترشحين والمترشحات ممكن نقول لكم ان الامور تمر يعني بشكل عادي جدا